السلام عليكم، سهام بلغيت، مدرسة مؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة بتازة. في إطار المداخلة ديالي الغير البعيدة، تحدثت على الصعوبات اللي كتواجه عند ذوي الاحتياجات الخاصة. هاد الصعوبات هي كثيرة كثيرة، ما نقدرش نطرقهم راه حنا في دقيقة أو في ساعة أو حتى في يوم، كيحصها جلسات وجلسات. ولكن بحكم العمل ديالي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، غادي نهضر ما هو يعني قريب وقريب لهم، وهي صعوبات التنقل من الجبل الى المدينه باش اننا يستافدوا من الخدمات الطبيه. شوف الطبيه كتقدمها المؤسسات الرعايه الاجتماعيه، اولا كيصعب حتى على المؤسسات انها توصلهم. كيفاش؟ ان مثلا اطفال ذوي احتياجات خاصه او الاطفال الاسر اللي عندهم اطفال ذوي احتياجات خاصه كيحتاجوا بعض الاحيان وسائل النقل ان باش يوصلوا للمؤسسه، يعني ما كيستطعوش لصعوبات المسالك الجبليه اكيد، وما كي يعني حتى الماديات انه باش ياخذوا ترونسبور او لا طاكسي توصلوا ما كاينش. اذا كتكرس الاعاقه عندك الطفل. انا نقول مثلا الطفل عنده اعاقه حركيه وكيخص واحد الحصص ديال الترويض، بحيث الولد ما كيديرهمش واحد السن مبكر، مع حدو تيكبر كتصعب ان الولد يقدر يوقف على رجلاته الا يتمشى او لا يحرك يديداتو الا. كذلك بالنسبه للبنات اللي عندهم مشكل ديال الصمام مثلا، راه ما كياخذوش يستافدوا من الخدمات ديال تقويم النطق او لا يستافدوا يعني من ديك السويفي او الكونترول اللي كيدار مثلا بالنسبه للصمام او لما زرع القوقعه باش يستطيعوا يهضروا. دونك اول ما تيعرفوش هاد المساله يقدر انه ما توصلوش هاد المعلومه، وحتى لو وصلتهم ساكن راه باش الجهد باش يوصلوا لها لا ماديا ولا معنويا. كذلك يعني حتى ديك الخدمات البيداغوجيه اللي كدار مثلا في المؤسسات انها تعطى لهم انه باش واخا غير تعطى غير الاباء غير ما تيسر منها باش انهم يخدموا مع وليداتهم بالضبط في هذه النقطه بالضبط كنقصد الاعاقه الذهنيه، فما كيستطعوش. فيحز في نفسي فعلا اننا كنلقاو اطفال يعني يقدر يكون باستطاعتنا اننا نعاونوهم ويوقفوا على رجلاتهم او لا يندمجوا في المجتمع، كيصعب علاش؟ لان ما كيولجوش هاد المراكز وخلوه غير بحصص. انا فاش كنت انا الولوج فما تنقولش مثلا الولوج اليومي يجيو لهاد المؤسسات، اكيد لان ما يمكنش انهم يتركوا المكان ديالهم ويجيو ويكريو هذه وهذه، ولكن عارف ايمان هي حصص، واخا هي جوج حصص في اليوم مثلا. دونك هنا انا في اطار هذا اليوم الدراسي اللي درته الائتلاف المدني الجبل، اللي فيه واحد الملتمس واحد مجموعه على النقاط اللي تقدم الملتمس للمجلس النواب، مشكور على لان بعدا بين قوسين فتحنا الابواب ديالو واستطعنا نجلسوا بين الاحضان ديال الرؤساء ديالهم ويسمعوا الخطابات ديالنا، اننا غير نوصلوا هذه الفكره باش تاخذ بعين الاعتبار وتنقول انا يعني في المداخله ديالي حطيت واحد جوج ديال النقاطات اللي كنتمنى ان الله غير هاد جوج زعما يتلبونا، لان ما نطلبوش بزاف ولكن نمشيو شويه كيقولوا نمشيو دقه دقه، ان اما نوفر لهم مراكز في المكان ديال هاد الخدمات اللي كتقدم او لا نوفروا ترونسبور. مثلا تقولوا لي كيفاش؟ تنقول انا مثلا واحد المجموعه ديال الاطفال مثلا نعطيهم واحد الوقت محدد لشي مركز معين باش يمشيو يجتمعوا في شي نقطه معينه، يكون واحد ترونسبور للجماعه او لد العماله او لا يجيبهم يديروا الخدمات ديالهم ولا يرجعهم. جوج مرات في السيمانه كنظن انها راه سهله على المسؤولين يوفروا هاد وسائل النقل تاع هاد الاطفال، لان فعلا هما اطفال المغرب ديالنا الحبيب، اطفال الجبل الحبيب اللي يعني الخير ديالو علينا وعلى المدن كيف ما كان الحال. اكيد اكيد الاعاقه سواء الذهنيه او الحركيه او السمعيه كتزادت صعوبه وحده عند الجبل الناس الجبل، لان في المدن كيقدروا يوصلوا لهاد المراكز وكيقدروا يستافدوا من الخدمات وكيكون التحسن ولو بنسبه قليله، ممكن يكون التحسن كل عام كيتزاد درجه ديال التحسن اي انسان. ربما خصنا غير الطريقه باش نوصلوها لهم ونشرحوا لهم ونحطوا لهم هاد الفكره، ربما غافلين عليها، رغم ان تنقول ان ذوي الاحتياجات الخاصه ما نبقاش نقولوا حنا غافلين على الاحتياجات ديالهم، لان هما مواطنين المغاربه يعني راه خوتنا خواتاتنا ابنائنا. الحاجه اللي تنقولها انا فما تنبغيش انا مثلا حتى يكون شي انسان حامل اعاقه عادي يهضر عليهم، بحال انا العبده الضعيفه عندي اعاقه حركيه، تنهضر على الناس يعني ذوي احتياجات خاصه سواء اللي عندهم اعاقه حركيه او لا ذهنيه بحكم العمل ديالي، ولكن الا ما كانش هذا الشخص معني حاضر يعني شكون غادي نهضر على الناس؟ علاش؟ لان كنلقى انا واحد المجموعه ديال المداخلات كان ما كنذكرهمش فيها، يعني كنقولوا خصنا نهتموا مثلا بالناس ديال الجبل، ولكن الاهتمام تاع المجتمع كتفرق بين الانسان الساوي بين قوسين وبين انسان عنده احتياجات خاصه، راه اصلا احتياجات خاصه راه كاين واحد النوع ديال التمطرس ولا النوع ديال الخدمات الطبيه اللي خاصها توشي ديك الوليدات وتوشي الاسر ديالهم، فكيخصنا ننتبهوا لهم وكيخص يعني
كمجتمع مدني او لا حتى كدوله انها تفكر في هذه المساله دير مراكز سور بلاص حتى ما يقدروش يجيو عندنا او لا تخص يجيو عندنا يجبروا المراكز باش يديروا فيها الخدمات. ما كاينش توجد وسائل النقل واحد ترونسبور جماعي اللي يجيبهم يديروا الخدمات داخل المؤسسات ياخذوا الاسر ياخذوا واحد الحصص ديال الدعم كيفاش يتعاملوا مع هاد الاطفال ما يبقاوش غير يربطوهم ما يبقاش يعني الاسر مستعدين يستافدوا ولكن كيفاش يجيو هي الاسف اللي ما كايناش. وحنا مستعدين حنا نقدموا خدمات داخل الجبل ولكن حتى حنا كمجتمع مدني كجمعيات يعني حتى حنا خصنا نتلقاو المساعده باش نوصلوا ناثروا الاسر بعد اضعف ايمان. شوف غير اثرنا غير اسر وعطيناها هي الطريقه باش تعامل ديك الاطفال بعدا كنضمو واحد الجانب النفسي عند الطفل عاد ترتفع وحتى الاسر عاد ترتفع الجانب النفسي. اكيد الانسان هو محور في هذا الجانب ديال التنميه والسكان تاع الجبل هما الاساس كيف ما كان لا ذوي احتياجات خاصه او لا الاسوياء لان خاصنا نهتموا لان باش كنحدوا من ديك الهجره القرويه داخل المدن كنحدوا بزاف ديال المشاكل كتوقع والهشاشه. اذا الا ضمنا لهم حقهم داخل الجبل ما عادش يفكروا انهم يجيو للمدينه. الا وجدنا لهم جميع المسائل اللي كيحتاجوها في حياتهم الشخصيه راه اكيد عاد يهتمونا بالجبل وانا نبقى نشوفوه الجنة إن شاء الله. شكرا.